of the palm of the hand. وده كان بتعمل كابينج اقدر امسك
خطه كويسه وخاصه على الراوند اوبجكتس زي كوره صغيره حاجه راوند. فعشان كده دي اهميه البلماز بريفز. البلماز بريفز it increases the grip of the hand by do cupping of the hand. So a good grip especially on round subjects. On round subjects. The palmaris breathes survive a superficial branch of the ulnar nerve. Superficial branch of the ulnar nerve. دي البلماز بريف. والبلماز بريف دي متاخدوش منها بالكم منها على فكره من الامتحانات ما متاخدوش بالكم ان هي موجوده اصلا وان هي صغيره بتاعتها ايه وممكن دي عشان ما تعرفوهاش. البلماز بريف بس ما حدش يعرفها دي مصر اي كلام واي كلام فانكشن ايه يعني لو مش عايز امسك كوره فدايما بتنسوها. فعشان كده بص لايك ننسى الضغط بتاع البلماز بريف. الاكشن بتاع البلماز بريف ليه؟ لان مش هتتذكر سوبرفيشال برانش اوف ذا ألنا. طيب لو انا دخلت بقى جوه حلقتين بتوع الفليكسور قبل ما نمشي من السكين النرفة ضغط على السكين بالنسبة للبالم اوف ذا هاند ده البالم 3.5 لاترالي باي ذا بالمر كيوتينس برانش اوف ذا ميديان نرف الميديان ده هو باي ذا بالمر كيوتينس برانش اوف الالمر نرف 3.5 فينجر 3.5 باي ذا ميديان نرف السبلاي 3.5 فينجر من البالمر ويجريها على الدورس الاسفل تو سبلاي النيل بيلز والبروكسيمال فالانس من الخلف 3.5 ايضا. تعرفين النيل بيلز؟ فبيسبلاي البالمر قبل دهوت ويجري على النيل بيت بنعمل وصبايا ده نيل بيت اند ابروكسيم. عشان كده الريديان نيرف لما قلت لكم بيصبايا السكين على الجزء الاكسات الديسترال بالانس دي اللي جاي بيجي له من الميديان نيرف. الواحد ونص فينجر ده هو صبايا بالالنر نيرف وبرده بيروح للخلف بيصبايا ده نيل بيت والبروكسيم الفالانس اوف واحد ونص فينجر الالنر نيرف. مش الالنر نيرف وبس ده السوبرفيشال برانش اوف ذا الالنر نيرف اللي هو في سبلاي مين نيجي للدورسم بتاع الهاند. الدورسم انا هخلي ده دورسم ده عشان ما نسيبش تاني. ده دورسم. دورسم اوف ذا هاند. دورسم اوف ذا هاند 3.5 اللاترال باي ذا رينجيان نير. وال 3.5 فينجر اللي هم الميديال ده هم supplied ايضا by the ulnar nerve لكن supplied by the dorsal cutaneous branch of the ulnar nerve اللي بديه هو في الفور ارم والدورسال ده هو الثلثين بالريديال والثلث بالالنر. ده الكيتينس انرفيشن بتاع السكين اوف ذا هاند. لازم اعرف من البالمر ومن الدورسال ولازم اعرف كل نرف بيغذي مين. يعني عند الدورسم بتاع واحد ونص فينجر والدورسم ده هو بتاع الهام بايظ الدورسم في بين البرانش بتاع الالنا النار وفي الفور ارم. لكن اجي نعوض الفارم البالما الثلث الميديا ده هو سبلاي باي ذا بالما برانش اوف الالنا النار. لكن الميديا واحد ونص فينجر بايظ سوبرفيشال برانش اوف الالنا النار. الدنيا اتلخبطت صح؟ كويس يعني
بيعمل ايه؟ لازم تعرفوه. ايه؟ البلايستيشن بتاع الان شوف يونون كويس، وعرف مين بيغذي مين ومين البرانش اللي بيغذي ده. هيشرح تاني على فكره، بس ده عشان عدينا السكيل. ابص الاقي اللاترال فينجرز اللي هو الثامب والاندكس فينجر وجزء كمان من دي لاترال سايد اوف ذا هاند واللاترال سايد اوف ذا فور ار، كل دول يروح الليمف نود، يسموها هذه الليمف نود الدلتو بيكترال ليمف نود، ما بين البكتراليس وبين البكتراليس باطل. الفاتي درينج بتاع السكين مهم، عندي صام لاترال سايد الاندكس واللاترال سايد بتاع الهاند واللاترال سايد بتاع الفرام، كل دروب للدلتو بيكترال. الدلتو بيكترال ما بين البكتراليس باطل والبكتراليس ليتر، في جروب تحطوا على الجزء ده